الموهبة ممكن تتحول لمعجزة لما يبقى معاها إرادة وذكاء، ودي المعادلة اللي قدرت تحققها أم كلثوم، بنت قرية طماي الزهيرة اللي عندها 6 سنين بس اتعلمت التواشيح الدينية من والدها الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي إمام الجامع. في يوم سمعها والدها وهي بتغني التواشيح، واكتشف إنه واقف قدام موهبة زي الكنز اللي مستني حد يكتشفه. وفي أوائل العشرينات اتعلمت أصول الغنى على إيد أمين المهدي وأشرف علي، وسجلت أول اسطوانة، وبقت مطلوبة في حفلات الطبقة الأرستقراطية، وتحولت البنت الريفية البسيطة للصوت الذهبي اللي قلب موازين الغنى بإرادتها القوية وموهبتها. الحفلات الكبيرة عرفتها على أحمد رامي شاعر الشباب ومحمد الأصبجي الملحن العبقري، وده كان وقت التحول الكبير في حياتها. قررت تكون أول فرقة موسيقية قدمت الأغاني بلون جديد، بدلت الكلمات التقليدية بكلمات الشعر اللي كانت بتختارها بنفسها، واختارت فرقة العازفين على الفرازة، وتعاملت مع أهم الشعراء وأهم الملحنين، لبست أشيك الفساتين، وأخدت لقب صاحبة العصمة من السرايا، وغنت في افتتاح الإذاعة المصرية وفي افتتاح التلفزيون المصري، غنت لثورة يوليو، وكمان عملت حفلات المجهود الحربي لجمع التبرعات للجيش المصري. بقت أكتر من مجرد مطربة موهوبة، بقت أول مطربة نقيب للموسيقيين، وأول مطربة بجواز سفر دبلوماسي. اسمها وصوتها في كل مكان في العالم، كوكب الشرق، صاحبة وسام الاستحقاق اللي قدرت تفضل على القمة عشرات السنين بفضل موهبتها. من أول تأسيس فرقتها سنة 1926 ولحد وفاتها سنة 75 كانت أم كلثوم بتحترم أعضاء فرقتها وتهتم بيهم كأنهم عيلتها، كانت فاهمة أنهم شركة في نجاحها في معجزتها، وهو ده سر أسطورة أم كلثوم. والنهاردة كل صاحب موهبة أنه يكون قد التحدي وعنده إرادة يحقق معجزته ويعدي بوابة النجوم.